أنا أمر إلى السؤال الثاني في نفس القطاع، موضوعه تخفيض أثمنة 1000 دواء. كلمة تحالف الوطني الاشتراك. شكرا رئيس، السيدين الوزيرين، إخواني المستشارين، أولا عيد مباركا للجميع. لقد اطلعنا على عزم وزارة الصحة تخفيض أثمنة 1000 دواء، وهو ما أثار ارتياح الرأي العام اعتبارا لما هذا القرار الهام من تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين. وقد تابعنا الصعوبات التي واجهتكم من طرف بعض المتدخلين في القطاع، حيث طرحت مسألة هامش الربح سواء للشركات المصنعة أو الصيادلة، وهو أمر لا يعرف عنه الرأي العام أي شيء بدقة. وهي مناسبة السيد الوزير لتوضح للرأي العام نسب الأرباح المترتبة عن صناعة أو بيع الدواء لإدراك دواعي مواقف بعض الأطراف ومدى معقوليتها. وسؤالنا الأساسي السيد الوزير هو أين وصل هذا المشروع الهام، ومتى سيتم عمليا التخفيض من الأثمنة، وما هي الصعوبات التي تواجهونها وكيف تواجهونها، وما هي درجة استفادة المواطن من هذا الإجراء وكذلك الدولة من خلال المستشفيات العمومية، وشكرا. شكرا سيد المستشار المحترم، كلمة لكم سيد الوزير تفضلوا. شكرا سيد الرئيس المحترم. السادة المستشار المحترمون، أولا نشكر فريق التحالف الاشتراكي على هذا السؤال اللي مهم جدا لتهم ثمن الأدوية. فبعجلة دائما كنت أمام هذا المجلس الموقر كنقروا حنا كمغاربة كنا أن الدواء في المغرب غالي، ماشي غالي، غالي جدا وجدا. وهذا الشيء ماشي غير تنقولوا، كاين المنظمة العالمية للصحة اللي دارت دراسة في المغرب وصلت لهذه النتيجة، كاين اللجنة ديال البرلمان وصلت لهذه النتيجة، كاين الدراسة التنافسية في قطاع صناعة الأدوية دارته مجلس المنافسة في 2010 وصلت لهذه النتيجة. وبركة هذا الدواء اللي خصنا نعرفوا المواطن والمواطن المغربي تيخسر على راسه 400 درهم في السنة، في السنة 400 درهم اللي عنده ما يخسر الدواء، اش غادير ليه 400 درهم في الدواء؟ والدواء غالي. وقلنا هذا الدواء كان بطريقة تشاركية، وانتم عرفتوا السيد المستشار المحترم، السادة المستشار المحترم، وانه بقينا هذا الشيء بطريقة تشاركية. اللي مشينا بعيد وكنت درت امامكم اتفقنا على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى نقصنا بالثمن ديال 29 دواء اللي كانت غالية جدا، قلنا المرحلة الثانية هي السياسة الدوائية كلها، لأن ثمن الأدوية هو جزء من السياسة. دابا وصلنا للمرحلة الثالثة، واني نقول لك السيد المستشار المحترم، السيد الوزير يسمع ولا أي مسؤول في الدولة تيسمع يتناقش، نسمعك الرأي ديالك الرأي المضاد، واني في واحد الوقت خص الوزير يدخل. ما غاديش يبقى نسمع لك ونسمع لي خمس سنين. سمعنا انا كوزير جمعت 60 اكثر من اجتماع، وما غاديش نبقاو في اجتماعات شي لا نهايه، وانت شرتي لها كاين لوبيات كبيره في هذا الشيء، لان ارباح مو نعطيك غير واحد الرقم باش تعرف تم. واحد المختبر اللي تيقبل يخفض واحد الدواء ب 83% ديال الكونسير وباقي تيربح، وهذا شحال كان تيربح قبل؟ خليني غير في هذا المثال هذا. وهذا غتقول لي فين وصلنا؟ هذا يعني المرسوم موجود، كنا وجدناه كان في نقاش بيني وبين يعني السي بوليف والسي عماره، دابا الحكومه الجديده وهذا الصباح كان النقاش معهم، تنوعد كان غير يدوز العيد غنجمعهم باش غنتذكروا في هذا الشيء باش غندوزوا نبقوا على هذا الواقع ان شاء الله، نجي نصيفطوا الامانه العامه ومجلس الحكومه. شكرا السيد المستشار المحترم. شكرا، كلمه لكم السيد المستشار في اطار التعقيب. شكرا السيد الرئيس، اولا تنشكر السيد الوزير على الاجابه ديالو وعلى الصراحه ديالو، وتنتمنوا كما جاء في الجواب ديالكم بان هذا المرسوم يرى النور في اقرب الاجل، لانه هذا تخفيض الدواء تيمس واحد الشريحه كبيره من المواطنين، ولهذا حنا طرحنا هذا السؤال باش نوضحوا هذا الشيء للراي العام، وشكرا. شكرا، هناك رد على التعقيب سيد الوزير.
باش نقول حنا تنعملوا كل ما يمكن باش نخرجوا الوجودات في اقصى يعني احسن وقت في الاسابيع المقبله. تنتمنى على الله لان حنا متفقين ثلاثه الوزاره بلي خصو يخرج الوجود. ثانيا انه الاخوان المصنعين يتفهموا هذا الشيء لان كاين يعني ما نبقاوش في هذا الاخذ والرد، وهذه كانت المشاركه ديالهم كلهم، وهذا نقولها من هذا المنبر ماشي حتى لاخر لحظه اللي تيقولوا راه الوزير خرج المرسوم. الوزير تيسمع غادي يسمع كلشي، ونبقاو عامين وحنا تنذكروا، نبقاو غير تنذكروا المواطن فوقاش ما جيت سنعمل وسنخفض فيه فوقاش ما سنخفض. هذا الشيء خصنا ندوزوا للارض الواقع، المواطن مقهور وهذا الشيء ما غاديش يسمحوا فيه، والدواء غالي في المغرب وهما تيعرفوه. تنتمنى من هذا المنبر انه نديروا في يد في لا غالب ولا مغلوب، حتى هما يبقى لهم ذاك الشيء اللي تيكتب الله يزيد لهم، وحتى المواطن يتمكن انه الدواء، لان اللي اغلى شيء عند المواطن او المواطن المغربي هو الصحه ديالو. شكرا السيد المستشار المحترم.